السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا مره اخرى في لاشين ديالي ليديا قود. اليوم حضرت لكم فيديو على ما روتين كابيلير اكتويال، وكنت كثرات اللي طلبتوا مني هذا الروتين هادي. انا مؤخرا كنخلط صراحه لي برودوي، ما عنديش يعني واحد لاغام ولا واحد، يعني ما كنستعملش غير حاجه وحده، يعني كنخلط صراحه كل مره اشنو كنستعمل. فبغيت نوريكم شنو كندير انا دابا، لان شعري في الحقيقه استعد الحياه ديالو، استعد الجمال ديالو، بدا كيعيش، بدا كيحيا بلوتو. ف صراحه بدا كيعجبني شعري، يعني بدا كيسترجع القوه والصحه ديالو الحمد لله. فغادي نبدا لكم على بركه الله. غنبدا بهاد لي زويل هادو لانهم تحفه صراحه. هاد لي زويل هادو لي في غنقول لكم رائعين، كيتباعوا في فارماسي. غنخلي لكم غندير لكم فوتو بعدا هنايا، غنديرها لكم باش تشوفوا لي زويل، وغنخلي لكم لو ليان ديالهم في لا بار دانفو. فهاد لي زويل انا كنستعمل ديال الحلبه، ديال البابونج، ديال باردون ماشي ديال البابونج، ديال الحلبه، ديال السمسم، وكنستعمل ديال لالوي فيرا بيان سور، لان انا من عشاق هاد النبته العجيبه. وكنستعمل حتى الويل دو ماكاداميا، يعني هادو هما لي كاتر زويل اللي كندير بهم بان دوي قبل ما نغسل شعري، قبل ما نمشي للحمام. فصراحه تحفه هاد لي زويل هادو شي فارمازي. غير خدوهم لي في يعني بعينيكم مغمضين، غادي تلاحظوا واحد الفرق في نفس النهار اللي غادي تستعملوه فيه، يعني النهار اللي غديروا فيه هاد الويل باردون هاد البان دويل، غادي تحسوا، غادي تلاحظوا الفرق اللي كاين. دونك فوالا، فانا كنستعمل كيف قلت غير هاد الاربعه ديال الانواع. كاين انواع كثيره، كاين بزاف ديال الانواع ديال هاد لي زويل هادو. فما عليكم غير تمشيو عندهم وتشوفوهم، وتدخلوا الكتالوج ديالهم اللي غنخلي لكم في لا بار دانفو، وتشوفوا كاع لي زويل فريمون فيهم ريحه غزاله. ما تتقلقكش، يعني تقدري تباتي بالبان دويل ديالك حتى الصباح، ما كاينش مشكل. في واحد الريحه وغزاله، خليط ديال الروائح العطره، يعني روائح فنه صراحه كتحمقني. ففوالا، هذه اول حاجه كنبدا بها انا، اللي غنبدا بها بيان سور هاد الروتين ديالي ديال روتين كابيلير. فوالا، هادشي اللي كنستعمل حاليا في لي زويل، في باويل ديالي كنستعمل هاد لي زويل هادو ديال فارمازي. فوالا، ف بيان سور كندير لي غوسيت ميزون، اكثريه كندير البصله اللي ديجا درتها لكم، غنخلي لكم في لو بوتي اي الفوق. كندير اكثريه هذيك الوصفه حاليا، يعني البصله مع الثومه مع زيت البلديه مع اولا زيت زيتون، وكنستعمل بيان سور لالوي فيرا لو جيل اللي كيكون وسط لالوي فيرا. فهذوك هما اللي كنستعمل، هادو هما الوصفات اللي كنستعمل، يعني هاد البان دويل و ديال لي زويل كلهم ديال تقريبا هاد لي زويل ديال فارمازي. فوالا، وكندير بيان سور داك الماسك اولا هذاك لو ماسك وي ديال اللي ديجا درتو ليكم في الفيديو اللي قبل، وغنخليه ليكم كيف قلت في لو بوتي اي من فوق، تقدروا تمشيو تشوفوا. فوالا فوالا، بالنسبه لي في الشامبوان كنستعمل هذا ديال الجوجوبا، عجبني بزاف، حمقني. فعاود خديته لانه في واحد الريحه رائعه، اكثر من رائعه، فنه بزاف. عاود خديته، كنستعملو بزاف هاد الشامبوان ديال تواشي فارمازي، رائع. شنو نقول لكم عليه؟ اكثر من رائع، لانه خلى لي الشعر ديالي يعني سلس وسهل في المنشط، يعني تحت الماء تيتبرو، كنمشطو بسهوله. دونك ما كاينش شي ما كاينش. بالعكس، اغلب البنات قالوا لي بانه ما عجبهمش، مي انا ما عرفتش علاش، يمكن ما وافقتش ليهم الشعر ديالهم، مي انا في الحقيقه حمقني ورجع لي شعري، يعني ساهل في التسريع. فوالا، فكاين الشامبوان هذا ديال الجوجوبا، كاين ديال لالوي فيرا لانه هو حتى هو غزال في ورخيص، رخيص في الثمن، يعني راه خديته يمكن ب 15 درهم. هذا ديال جوجوبا، وحتى ديال لالوي فيرا كيتباع شي فارمازي. فحتى هو غادي نخلي لكم لو ليان ديالو في لابار دانفو، اللي بغا تاخذوا هذا رخيص ورائع، رائع يعني كيخلي الشعر يعني الروعه مما كان. حاليا حاليا اللي فيه انا ما كنستعملش حاجه وحده نيشان، حتى كنساليها، يعني كننوع كنخلط. فخرج هذا ديال شوارسكوب، هو لي الشعر المجهد للغايه والمنهك، يعني شنو نقول لكم لي فيه هو. وابخي شامبوان
نشكروه بزاف بزاف البنات كيهضروا عليه في لي ريزو سوسيو، في واحد بزاف ديال اليوتيوبرز اللي يهضروا عليه، فبغيت نجربه حتى هو. باقي ما عطاني حتى شي نتيجه ليه فيه، باقي ما يعني باقي ما شفت فيه يعني ما عطانيش زعما كاينه شي نتيجه. مي شوارزكوف راه غنيه عن التعريف بيان سور، وهاد لا غاما دي جديده يعني اون فوا لو في غنجربها ونجربها وتعطيني شي نتيجه غنرد عليكم بيان سور الاخبار. فوالا. ف برودوي الماجي فهو سبراي خديته من عند من ماي واي، خديته من ماي واي. كنستعملو قبل ما ندير قبل ما نصوب شعري اولا ندير ليه قبل ما ندير ليه بروشينغ تو سامبلومون، فكيحافظ باش ما يستحمل الحراره ويستحمل شعري يعني ما يتضررش بالحراره القويه ديال السوشوار ولا ديال هذا. دونك كنستعمل هذا قبل اللي فيه. ف ماشي حاجه شي حاجه زعما اللي غادي نقول لكم راه واعر ولا مزيان بزاف، لا ما بانش لي شي حاجه نقصات ولا شي حاجه يعني ما عجبنيش صراحه باش نكون واضحه. يعني هاد ماي واي فيه دي برودوي زوينين، ولكن هاد سبقايا دا ما بانش لي والو ابار راه واحد الريحه زوينه كيخليها في الشعر، يعني ابار سا ما كاين والو صراحه، ما بانش لي شي نتيجه. راه قرر يسالي يعني ما نعاودش غناخذو هكذا اكيد، لان ما بانش لي ما غنعاود ناخذ شي حاجه اخرى من غيره. دونك فوالا فوالا. بالنسبه للسيروم كنستعمل هذا ديال ستيليز، يلاه بديت كنستعملو، كيتباع في كارفور، يلاه بديت كنستعملو فيه. ما بون مزيان، في ريحه غزاله حتى هو، و كيساعد على انه شعرك تسرحيه، ويعني سهل يسهل لك عمليه تسريح الشعر يعني، او عمليه ديال تمشطي الشعر تو سامبلوم، يعني ما كيخليش لك دوك العقيدات اللي كيكونوا في الشعر، ما كي يعني بزاف الحوايج. ستيليس راه ديجا درتو لكم في انستغرام. دونك فوالا. كاين سيروم اخر حتى هو ديال ماي واي، حتى هو كيعجبني بزاف. وهادو هما لي دو سيروم اللي كنستعمل حاليا صراحه وعجبوني. مي هذا ديال ماي واي زوين بزاف، في واحد الريحه غزاله وتسهل عمليات ديال تسريح الشعر، وصراحه كيخلي واحد الريحه غزاله حتى هو في الشعر، فن الريحه اللي فيه صراحه. الماي واي واحد لا مارك اللي كتعطي الريحه يعني لودور اللي كيكون في لي برودوي ديالها اكستراوردينير صراحه. انا كنحمقوني الروائح والعطور ولا ديك الريحه اللي تكون في لي برودوي ديالهم فريمون غزاله اللي فيه. فوالا هادو هما لي تروك اللي كنستعمل انا في الروتين ديالي كابيلار. كيف قلت كنخلط روتين عادي بسيط عادي جدا، يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي اكسترا اوردينير اولا خارج على يعني شي حاجه اللي هي غريبه. يعني هادو هما لي برودوي اللي كنستعمل جديدة جديد في هادشي كله. هما هاد الكليز ديال شوارزكوف هو اللي باقي ما عطاني شي نتيجه صراحه، باقي يلاه بديتو اصلا دونك باقي بانت لي فيه حتى شي نتيجه. فوالا 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 لي في بغاف هادشي اللي كاين. هذا هو الروتين ديالي كابيلار بسيط عادي، كنخلط ونجلط كيف قلت. دونك كنتمنى يكون عجبكم الروتين، الى عجبكم بوس فير كومونتير، و الى الملتقى بحول الله.